وصوتي أصرخ وصوتي بالألم مخنوق. اصحوا يا ناس يا ناس يا ناس، اصحوا يا ناس، اصحوا يا ناس يا ناس يا ناس، اصحوا يا ناس، اصحوا يا ناس يا ناس يا ناس، اصحوا يا ناس قبل الضياع والندم، سد الهويس قبل الطوفان والدمار، اصحوا يا ناس، سد الهويس لشدنا الطيار، اصحوا يا ناس يا ناس، سد الهويس، اصحوا يا ناس، اصحوا يا ناس يا ناس يا ناس، اصحوا يا ناس، اصحوا يا ناس. الشياكة والأناقة. أهلا يا بسام، تصور جاي في معادك بالظبط. إيش معنى؟ عشان النهاردة يا سيدي آخر الأسبوع، وادي الحساب بتاع الأسبوع كله، تصور كسبان 500 جنيه يا سمير. فضل هايل يا شوشو، برافو. بس أنت كده بالشكل ده ظلمتيني. ليه؟ حصل إيه؟ أنا مش جاي عشان الحساب، خلي حساب الأسبوع ده مع الأسبوع الجاي. غريبة، أمال جاي ليه؟ هقولك على كل حاجة دلوقتي حالا، بس الاول انا عايز اقول لك برافو وهايل. انا ما كنتش اتوقع ان المحل هيمشي بالشكل ده والمكسب يبقى كتير كده. ها عيب يا استاذ، ده انا شوشو خبيره موضه. من ناحيه خبيره موضه فانا دي ابصم فيها بالعشره، وعشان كده انا عاوزك تختاري لي اشيك واجمل. من غير ما افكر بقالي اسبوع يا سامي حاموت على جماله. خلاص نزلي ولفي وخدي معاك البيت. لا لا يا سامي، بتتكلم بجد؟ هدية عشاني انا؟ طبعا هدية يا شوش، وقليلة عليك كمان. اسمعي، انا مسافر ايطاليا، هجيب لك شوية فساتين انما هم. اجي معك يا سامي، اجي معك، ربنا يخليك، اجي معك. مش وقته يا شوش، وانا عندي شغل كتير هناك. على الاقل عشان انقي الموديلات والفساتين المطلوبة في السوق. المرة الجاية ان شاء الله، اصل المرة دي معايا شغل كتير ومعايا ناس اغراب. توعدني يا سامي، توعدني المرة الجاية اسافر معك. نفسي اسافر واتفسح ونقي الموديلات بنفسي، هتشوف ساعتها شكلها هيبقى ايه. انا عارف طبعا ان انت خبيره موضه، وهاخدك معايا ان شاء الله المره الجايه، بس انا عايزك تاخد بالك من المحل ومن نفسك لحد ما ارجع. دي القهوه الخصوصي بتاعت الاستاذ طاهر، ده حبيبي ولازم اخدمه. ده حبيبنا بالجامد يا معلم، احنا الود ودنا نخدمه برموش علينا. يا سلام يا سلام يا معلم، حلاوتك يا حلاوه. خدي يا بنت القهوه، خديها قبل ما تبرد. قولي له المعلم حسبه بيصبر عليك. يلا اجري احسن الجمال زمانه جاي. فريره
ايش تظنها جاي؟ للصباح يا استاذ طاهر. يجي على نهارك زي اللبن الحليب. يا سلام عليك يا بنت حلاوه، عليك فنجان قهوه يطلع على الدماغ على طول يظبط التكات. بالشفه الف هنا وشفه، مطرح ما يسرق امرئ. وفين قهوه عمه مدبول يا حلاوه؟ ولا هو الاسطى طاهر وبس؟ بالراحه عليا يا استاذ مدبولي، اصل قهوه الاسطى طاهر في المخصوص، في المخصوص الجامد. قهوتك انت فريره بتغلي جاية في الملحق. أيوة جاي. صباح الفل يا أختي أشرف. يا أختي بنقول صباح الخير. اعطيني شاي واعطيني ثلاثة فراولة بسرعة. إيه المعاملة السوي دي يا أستي أشرف؟ أوه عادي طلبات بسرعة. بغت بارتك. بنت الدنيا بتنطط قدامي. يلا يلا بسرعة. والبهوات. قتلهم زي بالظبط. على حسابي كمان يلا. على حسابك؟ تكتر يا أستي أشرف، حرام عليك. أوه بسرعة إن شاء الله بسرعة. خلاص. يا سلام يا استاذ اشرف، انت ليك تحتيم كده دايما عزمنا. الاستاذ اشرف ده ظاهره لم تتفشى بعد. لا وايه شرس فعلا. بقول لك ايه يا اشرف، برافو عليك قوي، اديها على دماغها. لا في جزع النافوخ. ايوه ابو اشرف اديها كمان النهارده. جيب السبع مليان ولا لا؟ مليان. امي امبارح زرتها عند ستي وسبت لي 50 جنيه مصروف. حظك يا عم، يا ريت انا امي كانت سايبه ابويا. لا وايه، ابويا جه بعد ما هي مشيت بساعة، كان فاكر ان هيلاقيها ويصالحها. ملقاش؟ لقاني انا. وخدت الخمسين التانية ولا 70؟ قلت له محتاج كتب وكراريس وشوية حاجات كده، المهم ظرفني بال70. هيا يا عم، مصائب قوما عند قوم فوائد. بقول لكم ايه، البت حلاوه كانت قايله لي ان حسن جاله صنف جديد، انما ايه حديد بودره. صباح الخير يا سمسم. ست العرايس صحيت. صباح الفل. ها هتجيب لي ايه بقى معاك من ايطاليا؟ احلى فستان للعروسه واشيك بدله للعريس. لا يا سامي حبيبي، كفايه اللي انت جبته. انا بس من فضلك يعني عايزاك تجيب كرافات الشيك العادل، وانا بقى عايزه سلامتك. سلامتي ما تخافيش علي، عمر الشقي باقي. السفريه المره دي عفت غير كل مره. اشمعنى بقى السفريه المره دي؟ تطلعني فوق قوي يفضل زي ما انا. طب ما انت الحمد لله يا سامي في مده قصيره قوي بقيت فوق قوي والحمد لله. لا يا عفت لسه كتير كتير قوي. عاوز ابقى غني، عاوز يبقى عندي فلوس كتير اصرف ما احسبش انا صرفت كام. عاوز احسن فرش واحسن عربيه. لسه كتير. سامي يا حبيبي احنا كنا فين وبقينا فين؟ دلوقتي بقى ما شاء الله البوتيك والشركه وعربيات وغيره. كل ده تمهيد وبدايه للضربه الكبيره قوي. الصفقه المره دي بقلاوه. ثوره بقلاوه احلى شوية. على فكرة انا زعلان منك، كانش ليكي حق ابدا تعملي كده. قوليلي بقى رحتي فين؟ هروح فين يعني؟ ما انت مالكش حق، عزمتنيش على الخطوبة قلت اعزم نفسي. مش معقول انتي جيتي الخطوبه؟ انتي دكتشيك قوي بس انا عارفه تجنن، كنت لاقين قوي على بعض. عملت كده ليه يا سوزي؟ مش عارفه. انا عارف. تحب اقولك؟ مش عايزه افتكر حاجه، مش عايزه ارجع للحكايه دي. سوزي الاحساس اللي عندك ده غلط، احساس مرضي. مالكش دعوه باحساسي، انا اضرب نفسي. طب خلاص قولي لي بقى ايه اللي مضايقك. ايه
قهوة حلاوة. من عينيا قهوتك بعملها لك المعلم حسن وبقدام. اجمال قهوة بالنسبة طاهر مخصوصة فيه الشفل. القهوة دي بتاعتي يا أنسة. أنسة دي يا بروف القهوة بتاعت الهندسة اللي جنبك الأستاذ طاهر. آه طاهر هاتي هاتي. طاهر ده ابننا؟ إيه يا بروف قهوتك جاية دلوقتي عن إذنك. إيه؟ مش دي القهوة اللي أنت طالبها لي يا طاهر؟ لا 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 ما طالبلكش حاجة إحنا شطبنا خلاص. هاتي يا حلاوة هاتي دماغها طير لكن فيه وابور ستة سلندر بيدق في نفوخي. روق روق هتروقك وتخليك من الفل وعشرة هتخليك تسهر للصبح جنب المطار من غير ما تحس التعب. بالشفاء بالشفاء يا اخويا. يلا 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 شطبنا. يلا يا حبيبي يلا 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 يا اخويا جايين تلعبوا هنا. يلا شطبنا حل الكراسي. يلا مفيش فايده يا جماعه. يلا بينا بقى نروح امرنا لله. يعني هنروح بيوتنا بقى ولا ايه؟ قصدك ايه؟ قصدك نرجع للسجون والزنازين اللي احنا عايشين فيها؟ يلا بينا ما بدهاش الصبح اوعى حد يتاخر. تعالى يا عم ده في فيلم في الفيديو انما ايه كله مغامرات. انت عمرك ما هبطلي فرجه على الزفت ده. دي ثقافه يا ابني ثقافة ثقافة ثقافة. الثقافة جوه عندي في المكتبة. لما تحبي تحبي تثقافي تاخدي كتاب من عندي من المكتبة وتقريه. يا اخويا تعال شوف يا عامر تعال شوف يا استاذ بابا ماما بعتلك ايه. بعت لكل واحد شنطة هدوم. هدوم تعال شوف كمان بعتلنا ايه. بعت لكل واحد كاسيت جديد. ايوه عشان ما فيش حد ياخد الكاسيت بتاع التاني. مالوش جايين امتى؟ جايين امتى؟ جايين في الأجازة في الصيف. طب أنا داخل أوضتي. إيه يا عم مش هتشوف الشنطة بتاعتك؟ مش عايز أشوف حاجة. طب وبعدين الفلسفة الوجودية ولا العدمية ولا العبثية؟ الأفضل الإنسان يمشي ورا رغباته ولا معتقداته؟ إنسان العصر ده مهموم ولا قلقان ولا شايل مسؤولية أكبر منه؟ الفلسفة البراجماتية دي مش هتحل التساؤلات الفلسفية. لا بتحل مشاكل الحياة. لكن احنا بنعمل كده ليه؟ ايه الغاية؟ ايه الوسيلة؟ طب فين الطريق؟ شنطة هدومك اهي يا عامر. كده يا بابا علمتني القرايه علمتني امسك الكتب كنت بتشرح لي وفجاه سبتني ومشيت. مش عاوز هدوم مش عاوز فلوس مش عاوز هدايا. انا عاوزك انت عاوزك انت. عاوز حد اتناقش معاه عاوز حد اتكلم معاه عاوز حد يفهمني حد يفهمني. لكن انت فين انت فين انت فين يا بابا؟
مساء الخير يا مجدي. مساء الخير يا ماما. انت تاخرتي كده ليه؟ ما انت عارف يا مجدي المستشفى والعيانين والعمليات. يا ماما انت بتتعبي كتير قوي، انت لازم تاخدي اجازه وتريحي نفسك. يا حبيبي مش ممكن، المستشفى مسؤوليه، مسؤوليه كبيره يا مجدي. ماما بقولك ايه، ما تيجي نقعد ندردش مع بعض شويه، انا من زمان ما اتكلمتش معاكي وفي حاجه مهمه قوي عايز اخد رايك فيها. مجدي انا ميته من التعب حبيبي، مش قادره اقف على رجلي. معلش حبيبي، وقت تاني، بكره بعده، وقت تاني يا حبيبي. يا ماما يا ماما انا من زمان نفسي ونفسي اقعد معاكي، وكل مره تقولي لي نفس الكلام. مجدي بابا زمانه جاي يا حبيبي. بابا زمانه جاي، في حاجات كتير قوي بتكلم فيها انا واصحابي وعايز اخد رايكم فيها. طب اسال مين؟ مش ابويا يا ناس. ولد يا حبوب، هاي كويس؟ الحمد لله. بقول لك ايه، انا عايز ابقى اجي معاك المكتب يا بابا. المكتب؟ تيجي تعمل ايه؟ تيجي تعمل ايه وسط القضايا والملفات والمجرمين؟ اتفرج على القضايا، افهم، اتعلم. مش دلوقتي، بعدين. المكتب زحمه يا مجد. بقول لك ايه يا بابا، انا هحط العشاء ونتعشى سوا، اصل ماما دخلت تنام لانها تعبانه. لا اتعشى انت يا مجد، انا اتعشيت بره. طب اعمل لك كوبايه شاي. متشكر يا حبيبي، اصل هاخد حمام دلوقتي وانام لاني تعبان قوي من كتر الشغل. يا بابا يا بابا انا نفسي اقعد معاك، من زمان ما قعدناش مع بعض، عايزين نقعد نتكلم ونتناقش. ان شاء الله هيحصل في الاجازه يا مجد. احنا بقالنا 5 سنين يا بابا ما خدناش اجازه مع بعض. المشاكل كتير قوي يا مجد، كتير، لكن برضه مصيرنا ناخد اجازه ونقعد ونتكلم. تصبح على خير. حاضر عليا، اتفضل يا استاذ. نورتوني يا مراحب يا مراحب. يا لهوي بقى ليه؟ السيف بتاع كتاتين ماسك مقشه في ايده بيخلص الحاره، يجي عمد بلدنا يتفرج. البريمة البريمة انا عندي زهق. ايوه كده يا عم مصطفى، خلي الحاره تندف يا اولاد. يا حلاوه الفكره، البلديه وصلت حريت. عم مصطفى بقى يشتغل في البلديه يا اولاد. حلوه حلاوه الشباب، ادي الهم ولا بلاش. سيبكوا بقى من قعده القهوه والطاوله والكلام الفارغ دوت، قوموا اقصوا الشوارع. شد حيلك يا استاذ مصطفى، ولا اوصيك بالقمامه المتباخره اسبال الرصيف. جرى ايه يا حاره الرشيد؟ جرى ايه؟ مش عاجب ولا ايه؟ ولا انتوا عاوزين تفضلوا زي ما انتوا؟ هي النظافه وحشه؟
انضفوا بقى، اتغيروا بقى، وكلوسوا الزباله اللي في دماغتكم دي، وبدل قعده القهاوي اللي من غير شغله ولا مشغله، قوموا اعملوا حاجه، اي حاجه بس تكون مفيده. هو ده اللي رجعت لنا من المستشفى بيه يا استاذ مصطفى؟ عشان قلنا لك مش عاوزين نصايح؟ هو ده الحل؟ نكنس الشوارع؟ طب وبعدين؟ وبعدين البيوت هتنضف يا سي اشرف، والحاره هتنضف، والعقول، العقول هتنضف، وفي الاخر البلد كلها هتبقى زي الفل. هو ده الحل؟ نكنس حارتنا، نكنس بيوتنا، على الاقل نضمن نظافه المكان اللي هننام فيه، مش نستنى لما الحكومه تيجي تنظف تحت سرايرنا يا استاذ. حلوه قول ايه ده؟ قول ايه ده؟ حلوه هات المشهد. عداك العيب يا عم مصطفى، ينصر دينك، كلامك كله حكم، انا هكون اول واحد يجلس معاك حارتنا. وانت يا اشرف الله يرضى عنك، روح لحالك من غير ما ترد. مالي هو حر وانت كمان حر وكلكم احرار، على كيفكم. ده كلام يا الجانب، ده كلام يا استاذ طاهر، اسطى كبير زيك قد الدنيا وتمسك المقشه في ايديك. وليه لا يا حسبه؟ مش دي حارتنا ودول بيوتنا ودول اهالينا؟ لا لا عم مصطفى كلامه سليم. عندك حق يا استاذ طاهر، كلام عم مصطفى مظبوط. ليك عليا يوماتي ارش الشارع كولونيا وشامبو، ابو درش يكنسه وانا حماه. حلوه حلوه. ده عيان يا اخواني، ده وقع على دماغه واللهم احفظنا دماغه اتصابت. مخه فك، ايوه لا مؤاخذة مخه فك. لا 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 حسبه مش صحيح، الراجل سليم 100%. الراجل مخه ضرب، الوقعه جت على دماغه اثرت على مخه، مسكين. بتقول لهم ايه؟ طبعا ما انت عندك حق، ما انت خسرت زبون من زباين القهوه، وان شاء الله يا حسبه كل يوم هتخسر زبون جديد. يا عم مصطفى انا ما قلتش حاجه، انا بقول يعني انك بقيت تمام ومخك بقى كبير وبقيت مدرس واصول ترجع المدرسه. حسبوا لما حبايبك حسبوا خش القهوه الله يرضى عنك، سيب الراجل في حاله. وانا يا حسبوا مش هبطل حتى لو انت وغيرك ما حسبه مش هبطل حتى لو انت وغيرك ما فهمتش اللي انا بعمله، برضو مش هبطل وهفضل كده على طول. لا وايه اللي اكتر من كده يا حسبه؟ هقفل لك القهوه دي، بل دي بورت الفساد اللي في الحاره. شاهدين يا رجاله؟ شاهد يا اسطى طاهر؟ لا يا عم مصطفى، دي بقى مش مساله شارع وكنس الشارع، ده انت عايز تقفل لي القهوه، عايز يقفل اكل عيش يا اخوانا، عايز يخرب بيتي. ايوه طلع من المستشفى مجنون. ايوه مجنون. ترى للي ترى للي يا اخوانا، ترى للي ده مجنون، مجنون خبره مخه وعرفه عايز يعمل ايه. انا ترى للي صفا يا اخويا، ترى للي انا ترى للي انت جيت يا حبيبي. الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك، تعالى نقعد على القهوه نشرب كوبايتين شاي. تاني قهوه؟ تاني قهوه؟ لا يمكن لا يمكن ابدا. معلش طب معلش حبيبي، تعالى بينا نقعد على الناس يا كفايه. ايوه عم بسينو خده معاك. ايوه ايوه قال يقفل القهوه اهل يا رجاله. ابعد عني يا بسيوني، ابعد عني، انا مش ماشي من هنا، ولازم اكمل كنس الحاره على الاخر. ايوه هكمل كنس الحاره على الاخر، ابعدوا عني ابعدوا عني. والله شعره جميله جدا. مرحبا يا رضوان بي، اهلا بيك يا رضوان بي، اقدم لك سامي بي ابن خالتي. الحمد لله على السلامه يا سامي. الله يسلمك، اهلا تفضل يا فندم. اكرم اهلا يا جسام بي، اهلا اهلا اتفضل يا جسام بي. اتفضل. مش معقول بلبع بي، اهلا وسهلا. سامي بي اقدم لك بلبع بي من اكبر تجار الاخشاب في البلد. تشرفنا يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا يا هاني.
الحقيقه اول مره اشوفه يكسب بيه. سامي ده بنك متحرك، بنك نوت، دولارات، استرليني، ما بالك من فلوس يا بلبع بيه. سيداتي انساتي ساداتي، ليديز اند جنتلمان، النهارده يا جماعه بقى بصراحه اليوم ده عيد، انا فرحانه بيكوا قوي ومبسوطه، وطبعا كلت وشربت وانبسطت. احنا بقى بصريح العباره كده يعني احنا النهارده بنحتفل برجوع سامي بيه من جولته في اوروبا وامريكا وافريكا واسيا. خلاص ومش بالمناسبه دي بس، لا في مناسبه اكبر واوقع. سامي بيه احنا بنحتفل النهارده بافتتاحه لاكبر مجموعات شركات سامي كوفي مقرها الجديد. هو يما حبيبي ده ايش معنى ده؟ قلبي قال لي حبيبي ده ايش معنى ده؟ هو يما حبيبي ده ايش معنى ده؟ قلبي قال لي حبي ده اشمعنى ده؟ ايه دول؟ 700 جنيه يا اسطى قشطة. بتوع ايه دول؟ شغل الاربع ايام اللي فاتوا. اربع ايام 700 جنيه؟ كان ممكن يبقى اكتر، بس انت عارفة ان احب اكرم الصناعية بتوعي. طب هات هات، هات ما شيلهم مع اللي قبليهم. ماشي يا ست ستات. انا بشيلهم عشان المخرطة. اللي تشوفيه احط لك العشاء. اسمها تحط لنا العشاء؟ لا معلش، اصل ماليش نفس. يعني ما انت عارفه انا ما اقدرش ادوق لقمه من غيرك. معلش الليله دي احسن تعبان، اتعشى انت. لا ايه الحكايه اشطر فيها؟ ايه الحكايه، في حاجه ولا ايه؟ اشطب صحيح. ايوه صحيح، هتبقى اب كمان. الحمد لله الحمد لله. يبقى كده علشان صبيان الورشه يزيد واحد. لا يا اخويا، انا هطلعه دكتور، هيبقى اسمه الدكتور تامر. تامر تامر ودكتور دكتور، ماشي بس يجي. يلا بقى نروح نتعشى. يلا خلي بالك من نفسك، دي مفاجأة هايلة. ايوه يا عادل، هو اكد علي. هي عرفت، لفتة ظريفة جدا مني. ما تنساش يا عادل ان الشركة بتاعت سامي ماشية كويس قوي الحمد لله. الحمد لله، ربنا يزيده. انت عارفة الحكاية دي تفرق معانا قد ايه؟ تفرق حوالي 5-6 سنين في الوقت، وحوالي 10,000 جنيه في الفلوس. يعني احنا تقريبا دلوقتي مش ناقصنا غير شوية عفش. جرالك ايه يا عادل؟ انت ناسي ان الشقة بتاعتنا فيها عفش كتير؟ مش معقول، مش معقول المشكلة تتحل مرة واحدة وبالبساطة دي. يعني احنا مش هنجيب غير قط النوم يعني وشوية أجهزة بسيطة. يعني ممكن نتجوز خلال 3-4 أشهر. يعني بس أنا من رأيي عادل إن احنا نستمر برضو في تحويش الفلوس، بس مش عشان ناخد بيها شقة، عشان تاخد بيها عيادة. لازم يبقى لك عيادة لوحدك يا عادل. عارف انا مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه. حي يا عفت، انت دنيتي. بعدين افتكرت حاجة مهمة في الورشة لازم ارجع اشوفها بسرعة. طب ومستعجل كده ليه؟ مش استنى اما اللقمة ترتاح؟ لا ماني اني هرجع على طول، مش هتأخر. سلام. مع السلامة. بنت يا حلاوة، حلاوة تعالي تعالي. أمرك عايز إيه؟ يعني عاوز منك إيه يا بت؟
هات لي قهوه الزفت بتاعتي بتاع كل يوم. يلا فريره طياره ولا هتجري انت ولا وليه حسك عينك تقول لي ولا هنا في وسط القهوه؟ انت عايزه تهزي مركز عند الزباين؟ مركزك ايه يا منيل على عينك؟ معلم راح فين؟ وانا ايه اللي يجبرني ان اقول لك؟ اللي يجبرك ان انا هنطحك يا فجله. اهدي بتمهزقيني؟ هنطق. انت قول معلم راح فين يا ولا؟ هو وقال لي يا معلم فجله انا هوصل مشوار وهغيب، لكن هو ما قاليش هو راح فين. وكمان ما قالكش وقرفني؟ طب غور غور اعمل لي فنجان قهوه. ايه؟ طيب صبرك علي داني سحتون كبير قوي. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ايه في القهوه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا حلاوي. وانا مالي يتفلوا بعض يشرب القهوه كده المره دي. يا سلام عليك يا بنت حلاوه، عليك شويه قهوه ما فيش زيهم في البيت. يا عمرو الدماغ صحيح. بالشفا بالشفا يا استاذ طاهر. مش هي دي؟ مش هي دي؟ فين القهوه بتاعتي؟ المعلم مش هنا. طب هنعمل ايه؟ المعلم بتاعك؟ وانا هستنى المعلم بتاعك عشان تاخدي منه الاذن عشان تجيبي لي القهوه بتاعتي؟ لا مش هاخد الاذن، هاخد انا مالي. ليديز اند جنتلمان، عماد بيه على فكره انا عندي دواء هايل للصداع. سامي بيه جايبه معاه المره دي من بره، بس هو غالي شويه بس ما حصلش. انا مش جايبه للبيع يا عماد بيه، لكن انت غالي علينا قوي. انا جبت كميه بسيطه منه قلت نديها لاي حد يكون محتاجها. الصنف اللي اديتهولي الاسبوع اللي فات يا شوشو هانم مش فاضل منه حاجه. يا خساره، كان على عيني يا عماد بيه بس خلص. انا طالع السفريه دي مخصوص عشان الاصناف دي لما لقيت كل اصحابنا محتاجينها. وطبعا مش معقول هيزعل صحابنا ولا يدي واحد والتاني لا. عشان كده عملت السفريه مخصوص للادويه والمقويات والمهدئات. المفروض الحاجات دي تتوفر في الاجزخانات. لا يا غرباوي بيه، الاصناف دي بتتعمل خصوصي. ايه يا جماعه مالكوا قاعدين مبلمين كده ليه؟ لا لا لازم الاكل كبس عليكم. يلا مين هيفتتح البوست معايا؟ اوبا زيزي هانم، على فكرة أنا جبت شوية موديلات فساتين ما حصلتش من باريس وحياتك. صحيح؟ ما نزلتش أي بلد تاني. صحيح؟ فين؟ وريني. بس اوعي توريها لحد تاني، مش عارفة أنا مجنونة موت، والحاجة اللي اشتريها ما أحبش حد تاني يلبسها. أنتِ هتقولي لي ما أنتِ زيي يا أختي. تعالي معايا. هوريكي بقى شوية موديلات. ايه رأيك في ده؟ الله. وده حلو قوي. وده كمان يهوي. هما غاليين قوي بس انت عارفة يعني. الله يهوي. اظن ده بقى ما حصلش. وانا بقى اصلا يا زيزي جايبة الموديلات دي عشان اجننكم واهوسكم. دماغها هتتفرق نصين. اتصرف ازاي يا اخويا؟ القهوه اللي انت بتشربها ليها تحويجه مخصوص بيسك عليها قبل ما يمشي، لازم انت تستناه. مش قادر استناه، مش قادر. وانا اعمل ايه؟ المعلم جه انجدنا يا معلم، غدنا يا اخويا. مين ده؟ طاهر يا اهلا. يا مرحبا يا اخويا. دماغها هتموتني احسن.
هتتفلق نصين. انت تحط لي ايه في القهوة يا حسن؟ بحط لك ايه؟ بحط لك المزاج طبعا يا استاذ طاهر. وانت لك شهور عمال تشرب من غير ما تدفع حاجة وتستعبط. لما جيت في يوم وقلت لي خد يا معلم حسب ومية جنيه ولا حتى خمسين حق مزاج يوم واحد. يا حسب هاني انت تحط لي ايه في القهوة حسب؟ شوف العالم لما تستعبط ويعني انت مش عارف طعم المزاج بتاعك والصنف الغالي اللي بتشربه. هاني يا حسب هاني امال مين؟ ولا المزاج السلطاني اللي بتشربه ده من القهوة؟ أنست يا اسطى طاهر حسابك تقل يا اسطى. حسابي؟ حسابي؟ ليه؟ انت بتحطيها ايه في الحاوة؟ بتحطيها في الهواء حسب؟ مخدرات وملح حط لك ايه يعني؟ عين جمل؟ صباحيتك يا عريس انت والعروسة عشتي من يوم ما خطفتها مني واتجوزتها كده كده. امال ايه؟ مش لازم نبسط عريسنا برضو؟ ابو كريم يا كافر. أنا غلطان وحكون غلطان أكتر لو سألت عنك أو اديتك حاجة تاني. المسمار ده احسن مزارق جامد قوي. يا اسطى طاهر حيله حلقت المسمار. معقول ده برضه يا طاهر؟ في يا اسطى ما تقولي في ايه؟ حلقت المسمار. ايه اللي جرالك يا ابني؟ دي اول مره تعملها. تعالى انت اعملها انا اوصل المسوار. ايه اوعى
مجرم وجبان، مش كده برضه يا هندزه؟ رجعت تاني ليه؟ ما روحتش ليه؟ مقدرتش يا حسن. وانت السبب، ماله المزاج؟ ما فيه ناس كتير بتاخده. معلش يا حسن، وحصل خير، حصل خير. انا غصب عني مش بخطري. هات يا حسن وهات. الصنف اللي بتاخد منه فكنك خلص، فيه صنف تاني ينفع؟ أي حاجة تفوهني يا حسن، أي حاجة. تعال يا حبيبي، تعال يا أخوي. دي بودرة، الصنف أنضف، تشمها من نغشيشك تاخد سكتها دغري لنافوخك من فوق. خد خد، شم يا طاهر، شم يا اخويا، شم يا حبيبي. شم. عيني عليك يا كتكوت.